حملت الإشعار نجري على شقديت ودعما لتنظيم المغرب لمونديال كرة القدم 2026 شاركت آلاف النساء في الدورة الحادية عشرة لسباق النصر النسوي على الطريق. السباق الذي نظمته جمعية المرأة إنجازات وقيم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يتوخى تحسيس المرأة المغربية بأهمية ممارسة الرياضة كوسيلة تساعد على الاندماج الاجتماعي والمهني والتشجيع على الانخراط في الحركة الرياضية بشكل عام. كل سنة كتضاعف المشاركة النساء، هذا يدل على شيء، يدل على أن المرأة وعت بأهمية الرياضة وأن الرياضة يعني عندها دور كبير في صحة الإنسان. وكان بنشكر الأخت نزابيدوان بزاف على لأنها كتساهم تحسيس المرأة على أهمية ممارسة الرياضة. في صدارة ترتيب السباق حلت العداء المغربية حنان البجاوي عن نادي الجيش الملكي متقدمة على البطلتين حنان الطرشي وليلى فيلا. بالنسبة لي أنا جيت كنشارك في هذا السباق، أنا وفية جد لهذا السباق اللي أربعة المرات على التوالي اللي كنفوز بهذا السباق، وأنا جيت كنشارك من أجل بحالي بحال أي امرأة، وجيت باش نشارك على تحت شعار يلا هنا نجريو علاش قديت. بغيت نخرج من ديك الاجواء ديال المنافسه، بغيت اليوم نشارك كانني انا مراه وبحالي بحال النساء كلهم. تكريسا لثقافه الاعتراف شهدت دوره هذه السنه تكريم رشيد البصير وصيف بطل اولمبياد برشلونه 1992 تخصص 1500 متر الى جانب البطله العالميه والاولمبيه حسناء بن حسي. كتب لي باش نتكرم في هذه الدوره 11 وانا صراحه فرحان بهذا التكريم هذا، وتنشكر جمعيه مراه انجازات وقيم في الشخص البطله الكبيره نتاعنا نزهه دوان، وهذه بادره طيبه وتنشكرها منها. هذا السباق المفتوح أمام جميع النساء والفتيات ابتداء من سن الرابعة عشرة يفسح المجال أمام الفتيات لإبراز مؤهلاتهن الرياضية وحتى الانضمام إلى أحد الأندية أو الجمعيات المتخصصة، ولتقاسم لحظة رياضية متميزة يكون أمام المشاركات خيار الجري أو المشي أو هما معا دون قيود تنظيمية.